الطاقة، يعني طاقة الأوراق ما بتبين بالضبط الوقت، لكن بشكل تقريبي بنحاول نشوف الأمور. طبعا قرأت أنا لبرج الثور لصديقتي قبل يومين، فهي اللي عم بتشوف القراءة، وما بعرف إذا بتطلع قريبة أو نفسها، لكن بسلم عليها طبعا، بقولها حبيبتي ما يعني ما تشكي في قراءتي، لأنه كتير أنا بقرأ لها وغالبا يعني بيكون صح، بس آخر فترة عم بتقولي والله ما زبط. قلت لها مش مشكلتي، يمكن انت طاقتك سلبية في هاي الفترة، فبدنا نعرف يا جماعة معلومة انه كمان الطاقة مش ثابتة. الطاقة هلأ طاقتك انت ايجابية، بعد فترة يمكن يصير عندك شوية مشاكل او كذا امور سلبية، بتتحول طاقتك من طاقة ايجابية وتفاؤل لتشاؤم او كذا، هذا كله بيأثر على القراءة للفترة الجاي ولكل الفترات. برج الثور حبيبي، برج الثور طبعا تحملت كتير، بس خلينا ما نكذب على بعض، يعني بداية السنة هاي أو خلينا نقول بداية شهر 3 بلشت الأمور، ما نحكي إنه الأمور صارت واو وكل شيء تمام، لا، بس أكيد أنت حاسس إنه في تحسن. إذا حسيت إنه الأمور ستيبل، ما في ولا شيء عم بيصير منيح، فبدك تراجع كيف أنت عم بتفكر وتتعاطى مع حالك، كيف أنت عم بتفكر بالأمور، لأنه أنت المسؤول عن كل اللي بيصير حواليك. طبعا حسب طاقتك، حسب تفكيرك في الأمور، فهذا في الدين وفي العلم وفي علم الطاقة، هذا كله الأمور هاي موجودة. وطبعا أنا دائما بنصح كل متابعيني إنهم شوي يعني يدخلوا مجال مش الروحانيات، خلينا نقول نبسطها، يعني إنه أنا كيف أرفع طاقتي، كيف أدخل موجة السعادة أو تيار السعادة ولو مصطنعة، لأنه كل هاي الأمور بتصب في مصلحتكم. هلأ بخلينا نشوف الفترة الجاي لبرج الثور. طبعا أنا قبل فترة قرأت لبرج الثور وقلت لهم إن الأمور في تحسن، ما عدا شهر 2 و1 كانوا مش أوكي، لكن إحنا هلأ بشهر 6 7 8 كتير الأمور ممتازة. لو بدنا نخصص حنقول شهر 6 هو من أحلى الأشهر في هاي السنة، هو وشهر 12 بالنسبة لبرج الثور. برج الثور حبيبي، في عندك موضوع متعلق في الماضي، هذا الموضوع انت عم بتحاول تتناسى، انا ما عم بقول لك انسى، بس حابة احكي لك انه اتصالح مع كل شيء قديم، لانه الفترة الجاي كتير حلوة من كل النواحي. اكتر شيء مبين عندي بالاوراق انه في شخص، هذا الشخص ما بعرف، هو مبين انه روحاني شوي، حكيم كتير، الناس بتلجأ له في حل مشاكلهم، ما بعرف هو، ما بحكي انه روحاني، لكن ممكن يكون مسؤول في عمله، مدير او كذا، فهذا الشخص حيظهر في حياتك، او هو من الاساس هو موجود في حياتك، لكن حيتكرس العلاقة بيناتكم حتزيد، وممكن يكون شخص جديد على فكرة، ممكن يكون شخص جديد حامل لك رزقة، والرزقة هاي مو بس مال، ممكن يكون حب. بالأخير حيكون في سعادة كبيرة على كل النواحي، وهذا دليل إنه هذا الشخص اللي أنا عم بقول عنه هو الشخص مش حكيم بمعنى حكيم بشكل عام، لا، هو بمعنى إنه حيحللك مشاكلك كلها.
انت فاهم شو يعني هذا الحكي؟ يعني هذا الشخص هو بالنسبة لك بمثابة ملاك، بدك تنتبه لظهوره في حياتك، ممكن يكون موجود لكن عم بيراقبك هو، بس انت ما عم بتحس. في الفترة الجاي حتشوفه بشكل آخر، حيصير في تقارب كبير، والأحلى من هيك إنه في احتمال كبير كتير إنه يكون هذا هو نصك الثاني، توأم روحك. حبيبي برج الثور، أنا بعرف إنه اللي بهمك أولا وأخيرا هو العمل والمادة، وهذا الشيء مو غلط. أنت دائما بتحط العائلة، أو إذا كنت أعزب بتحط العلاقات العاطفية أو العاطفة في المرتبة الثانية أو الثالثة أو العاشرة، لكن العمل عندك هو نمبر ون. نصيحتي إليك بالأشهر الجاي إنه تركز على العاطفة، أنت مهتم كتير بالعمل، والعمل الحمد لله من حسن، يعني من حسن لأحسن زي ما بيحكوها، لكن أنت بتنقصك العاطفة. هذا الميزان في حياتك يعني لازم يكون موجود، وهو حاليا مش موجود. أنت في فرص كتير عم بتمر معاك في حياتك في هذا الوقت خاصة. ثور، طبعا ما ننسى انه برج الثور كتير عنيد، خلينا نحكي، او بطريقة تانية هو بتمسك كتير بالمبادئ تبعوله، مش من الناس اللي بيحبوا التغيير او بيحبوا انهم يغيروا شخص بشخص او لا. بس انا بنصحك بالفترة الجاية تكون ديناميكي اكتر. اللي مش تمام معك في الشغل، خاصة في الشغل، في أشخاص مبينين قدامي في بالشغل كتير مواضيع يعني عالقة، في أشخاص ما بيريدوا لك الخير في الشغل، فحاول إنك يعني خلينا نقولهم، بس حاول إنك تحط حدود لهدول الأشخاص، لأنه من طيبتك أنت يا برج الثور أنت عم تترك كل شخص بتعامل زي ما بده معك. فأنا بنصحك تحط حدود لهدول الأشخاص. شغلك مليان بالأحقاد، لكن الحلو بالموضوع إنك دائما أنت بتفوز، دائما أنت بتفوز. فهذا هو اللي بشكل الغيرة في العمل عندك. بمعنى آخر، انتصارات كبيرة بالشغل بالفترة الجاي. بالفترة اللي بعدها الشغل ما حيكون كتير واو يعني، بس ما حيكون سيء. لذلك بوصيكم برج الثور حبايبي تهتموا شوي بالعاطفة. انتم من الناس اللي كتير بتهتموا بنفسكم، بتحبوا المظاهر نوعا ما، بتحبوا يعني هو شخص أنيق في الحياة. برج الثور بكلامه أنيق، بلبسه أنيق، في تعامله مع الآخرين أنيق، لذلك هو بيستنى دائما من الطرف الآخر نفس هاي الأمور. أنا بقول لك يا برج الثور، مو شرط يكون الشخص اللي قدامك اللي حتحبه واللي أنا عم بحكي لك عنه هو نفس مواصفاتك. أنت دائما بتدور على شخص مواصفاته نفس مواصفاتك، وهذا إشي كتير غلط. يمكن انت فيك عيوب انت مش مدركها. الشخص الجاي في هاي الفترة، يعني في القريب العاجل، هذا الشخص انت لازم تستقبله بطاقة إيجابية عالية، ولازم تفكر أكثر بالعاطفة، تقلل فكرك، تقلل تفكيرك بموضوع الشغل. لو انت مش أعزب، لو انت عندك عائلة، في عندك سعادة عائلية كبيرة، إذا كمان كان عندك أطفال. ف يعني الفترة الجاي أنا بنصحك إنه تهتم في العائلة وتهتم في الأمور العاطفية أكثر شوي، لأنك كتير ما عم تعطيهم اهتمام، لذلك عم تخسر شوي من اهتمام كمان عائلتك فيك، وهذا الإشي كتير بضايقك. أنت برج الثور بتحب تاخذ وتعطي، تعطي اول شيء بعدين تاخذ، بتحب الاخذ والعطاء، مش من الناس اللي يعني دائما
بقولها أنا إنه برج الثور من الناس الحقانيين، بيحبوا إنهم يقابلهم الشخص اللي قدامهم زي ما هم بيقابلوه في نفس المستوى من الرقي والصدق والشفافية. هذا الإشي طبعا إحنا مش بالمدينة الفاضلة، هذا الشيء مش موجود. في أشخاص كتير زي ما قلنا هون، في أشخاص كتير بيريدوا لك الشر، فأنت لازم دائما تفكر بالأمور الأفضل والأحسن لإلك. تفكر بحالك يا برج الثور، بكفي انه تفكر باللي حواليك وبس، دائما بتفكر شو الرياكشن تبع الشخص اللي قدامك، لا ما تفكر بالناس ابدا، ركز على نفسك، وانت كتير بتستاهل الفرصة اللي قلت لك جاي على الطريق ان شاء الله. وبستنى منكم تبشروني، وهذا احتمال كبير يكون زواج ونهاية سعيدة زي ما هو مبين عنا هون. فبتمنى لكم شهر أو 3 أشهر كتير حلوة لبرج الثور ولبنت برج الثور اللي كتير بحبها، ولجمانة صاحبتي اللي هي برج الثور واللي احنا تشارطنا على هذا الشخص اللي حيظهر في حياتها، وعم بنراقب انا وياها. فبقولها كمان اتأني شوي وحيظهر هذا الموضوع في حياتك، لكن بشرط انه طاقتك تكون ايجابية. نحاول نتفائل يا جماعة، جماعة برج الثور شوي متشائمين سوداويين، بقولكم يعني اذا انا بحكي لكم انه الفترة الجاية كتير كتير حلوة، فليش مصرين تكونوا متشائمين؟ باي باي لبرج الثور، وبتمنى لكم إن شاء الله فترة كتير حلوة وكتير رائعة زي ما هو مبين بالورق.